وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى ماليزيا الشقيقة، قام جلالته حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى مقر قيادة القوات المسلحة الماليزية. ولدى وصول جلالة الملك المفدى يرافقه سعادة السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع رئيس بعثة الشرف، كان في الاستقبال سعادة الفريق أول تان سري رجا محمد أفندي بن رجا محمد نور القائد العام للقوات المسلحة الماليزية وقائد اللواء العاشر فارا وقائد القوات البرية وعدد من كبار قادة الجيش. وفي بداية الزيارة عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الملكي البحريني والوطني الماليزي. ثم تفقد جلالة الملك المفدى حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. Thank you.
تراد يا كيري زي داري كلاك بدك ثم بدأت العروض العسكرية التي اشتملت على مختلف المهارات العسكرية والتي نفذتها القوات الخاصة، إضافة إلى مشاركة المدفعية والمظليين والمشاة، والتي أظهرت القدرة والكفاءة القتالية للقوات الخاصة وجميع القوات المشاركة في الاستعراض. وخلال العروض العسكرية استمع جلالة الملك المفدى إلى إيجاز حول المهام التي اشتملت عليها العروض. Ladies and gentlemen, right in front of the stage, we will now see the unarmed combat demonstration of the Malaysian Armed Forces known as BDX or the Bombers Jumping. This martial art is a combination of silat, taekwondo, and karate, which involve either physical confrontation between two or more persons at a very short range. What we are showing in this demonstration, the defender is unarmed, protecting himself from the armed attack. Guests, ladies and gentlemen, next we will witness quick reaction force conducting an attack. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now may I have your attention to the open ground on the left of the square. The detachment of air defense artillery will provide protection prior to the establishment of artillery gun position. The troops are descending from the high point.
distinguished guests, ladies and gentlemen, when the mission is successfully achieved, the troops will then be extracted from the area using spiring technique. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the spiring is the fastest way of extracting the troops from enemy-held territory and mostly used by elements of special forces. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we are presenting to you the Parachute Battalion Group, also known as PBG. For your information, the 10th Brigade Para is capable of being deployed in full leader of Operation Simultaneously, which is known as Escalation, in the battle in Peninsular Malaysia at any time, any moment, and anywhere. This Parachute Battalion Group is a combined armor element that can operate independently. Or in concert with other formations. These battle groups consist of unit combat, combat support, and combat service support. بعد ذلك قدم قائد اللواء العاشر إلى جلالة الملك المفدى القبعة المارونية للقوات الخاصة الماليزية. كما قدم قائد الجيش والجناح الفخري لقوات المظليين والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع إلى جلالة الملك المفدى هدايا تذكارية. ثم
ثم تفضل جلالة الملك بإهداء وزير الدفاع الماليزي هدية تذكارية بهذه المناسبة. بعد ذلك توجه أحد الضباط بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ جلالة الملك المفدى وأن يحفظ البلدين ويديم عليهما الأمن والأمان ويبارك جهودهما الخير ويبعد عن الأمة الإسلامية وشعوبها كل الأخطار ويوحد جهودها ويحفظها ويديم عليها نعمة الأمان. عظيما إلى يوم الدين أن تجمعنا في هذا اليوم المبارك بفضلك ورحمتك لمراسم منح الدره المروري وجناه الفرقة العاشرة جوان الفقري إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حماد بن عيسى الخليفة ملك البحرين. اللهم يا مالك الملك نسألك بإزتك أن تحفظ البحرين وماليزيا بهزك واجعل العلاقة القائمة بين هذين البلدين أكثر من وقت سباق حتى يتم حماية سلطاتهما وتقديرها واحترامها في جميع أنحاء العالم ومواصلة قيادة نضال هذا الشعب وخدمة البلاد برؤية واضحة وأهداف عظيمة. اللهم اجعل هذين البلدين آمنين مطمئنين واحفظهما في حفظك وجنبهما مقر المجرمين وعبث المفسدين لتقوية الدفاع الأمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عقب ذلك تفضل جلالة الملك المفدى بتسجيل كلمة في سجل كبار الزوار جاء فيها: نعرب عن خالص اعتزازنا بزيارة قيادة القوات المسلحة الماليزية مثمنين عاليا الجهود الكبيرة المبذولة في تطوير القوات المسلحة ومضاعفة قوة الجيش بما مكن ماليزيا الشقيقة من أن تكون داعما قويا لأمن واستقرار المنطقة ومساهما بارزا وأساسيا في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وفي مكافحة العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي، آملين أن تسهم نتائج زيارتنا في ارتقاء كافة أوجه التعاون المشترك وتعميق العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين على جميع الأصعدة وخاصة على الصعيد العسكري الهام. حفظ الله ماليزيا وشعبها من كل سوء ومكروه وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، إنه سميع مجيب. وفي ختام العروض العسكرية عزفت الفرقة الموسيقية السلبان الملكي البحريني والوطني الماليزي، ثم ودع كبار قادة الجيش الماليزي جلالة الملك المفدى بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.